النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي تنبأها بآخر خرائط الضغط الجوي التي تشير استمرار تواجد مرتفع جوي في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مما يأمل على استقرار كبير في الأجواء وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية تفوق بكثير معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام. يستمر تمركز وتأثر المملكة والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بهذا المرتفع الجوي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وبداية يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، لأنه كما تعلمون جميعا نرصد هنا في مركز طقس العرب اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ، يتوقع أن تنزلق من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، عفوا من المنطقة الشرقية للقارة الأوروبية باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسط. هذه الألوان تنم على وجود هواء قطبي شديد البرودة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، يتوقع وصول هذا الهواء إلى هذه المناطق تقريبا مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، وبالتالي يتوقع بدء تغير وانقلاب جذري في الأجواء اعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثاء. المزيد من التفاصيل ستكون معكم في النشرات الجوية المقبلة بالنسبة لتوقعات تساقط الثلوج والأمطار في المملكة. أما فيما ذهبنا إلى الحالة الجوية المتوقعة أو السائدة هذه الليلة، فالطقس بارد إجمالا، لكنه بارد بشكل أقل مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، ودرجة حارة الصغرى 8 درجات مئوية مع أجواء صافية. درجات حارة سيطرأ عليها ارتفاع ملحوظ وكبير الأحد، الأجواء تكون أشبه بالربعية، تصل في العاصمة عمان إلى ما يزيد عن 20 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض إلى 8 درجات مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة النسبية في ساعات الليل. 16 درجة مئوية يوم الاثنين، هناك انخفاض على درجات حرارة، لكن بالرغم من هذا الانخفاض تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة، بينما تكون الصغرى ليلا 6 درجات مئوية، ويتزايد تدريجيا تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المرافق لتلك الكتل الهوائية القطبية شديدة البرودة التي أشرنا إليها بعد قليل، بحيث يحدث تراجع على درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل، 3 درجات مئوية في ساعات الليل مع فرص الأمطار، وفي ساعات النهار تهيئ فرص الأمطار في ساعات ما بعد الظهيرة، وبالتالي هناك انقلاب جذري متوقع الأجواء اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء. بالانتقال لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد وحالة الطقس في مدن ومحافظات المملكة والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، سنبدأها شمالا من إربد 20 11 طرش 22 9 عجلون 19 9 والمفرق 20 إلى 8 درجات مئوية. أما في المناطق الوسطى في العاصمة عمان كما ذكرنا 20 8 مادبة 21 6 الصل 19 10 أزرقاء 23 9 وفي البحر الميت من 26 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية للمملكة في الكرك 21 10 في الطفيلة 19 10 في معان 23 7 في جبال الشراف 18 9 درجات، ترتفع في خليج العقبة إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 16 درجة مئوية. نختم في المناطق الشرقية في أرويش 23 8 الصفاوي 21 6 وفي الأزرق من 22 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير وصحة، إلى اللقاء.